رح يشهد كاس العالم للنساء بطل جديد هيدي السنة بعد خروج كل المنتخبات يلي حملت اللقب بتاريخ البطولة. بأول مباراة بالنص نهائي الثالثة تلتقي إسبانيا مع السويد. عند المنتخب الإسباني خلطت لاعبات مخضرمين وشابات وانسجام كبير لأنه 9 منهم من فريق برشلونة و8 من ريال مدريد عم يحققوا أفضل نتيجة بتاريخ مشاركاتهم بالبطولة يلي ما سبق وتخطوا فيها الدور الثاني. السويد هن المنتخب المصنف أقوى بين المنتخبات الأربعة بالنص نهائي. أقصد أمريكا حملت اللقب من الدور الثاني وعم تلعب السويد البطولة معتمدة على القوة البدنية لتخوض خامس مباراة نص نهائية بتاريخها. وبالمباراة الثانية بنص النهائي بتلتقي أستراليا مع إنجلترا الأربعة. هيدي أول مرة بتوصل أستراليا على نص نهائي المونديال عند الرجال والنساء. عم تستفيد أستراليا أنها عم تلعب على أرضها وبين جمهورها وبتستعيد قوتها أكثر مع عودة نجمة الفريق سام كير من الإصابة. أما إنجلترا فعم تخوض ثالث نص نهائي بتاريخها بالبطولة. هن أقوى فريق دفاعيا وتسجل فيهم هدفين بس. فريق حامل بطولة أوروبا 2022، البطولة يلي عجز عن تحقيقها فريق رجال بكل تاريخه.